مشاهدينا نتحدث بتفاصيل أكثر حول كل ما مضى مع ضيفنا محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي السيد محمد هشام الذي ينضم معنا عبر سكايب من القاهرة. مرحبا بك سيد محمد. بداية، رغم انخفاضه اليوم الخام في مستواه المرتفع يبقى خلال التعاملات، هل ستبقى الأسعار عند هذا المستوى على أقل تقدير خلال العام الحالي خصوصا مع الانخفاض في مخزونات النفط الأمريكية؟ تفضل. مرحبا وأهلا بك. النفط شهدت تراجعات طفيفة اليوم، ولكن وجهة النظر الإيجابية مستمرة على أسعار الخام على الأقل خلال الربع الأول. العوامل التي أدت إلى ارتفاع الخام خلال الفترة الأخيرة أو مع بداية عام 2022 هي عوامل تؤدي إلى نقص المعروض، وبالتالي ساعدت قليلا على ارتفاعات إلى مستويات أعلى مستوياتها في حوالي شهرين تقريبا، وهي الاضطرابات التي حدثت في كازاخستان والتي أثرت على الإنتاج، وأيضا أعمال الصيانة التي تمت في حقول أو أنابيب النقل الخام في ليبيا. هذه العوامل أدت إلى نقص المعروض قليلا في الأسواق، وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسواق. على سبيل المثال، شهدنا ارتفاعات قوية خلال العام الماضي على النفط الخام، وصل حوالي أكثر من 50% خلال عام 2021، وذلك بسبب تفاؤل الأسواق بتعافي الطلب العالمي على الوقود، على الرغم من أن الأسواق شهدت ارتفاعات في عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذه المخاوف تجاهلتها الأسواق، وبالتالي نتوقع أن يستمر استقرار الأسعار في مناطق الحالية حول أو أدنى مستويات ال 85 دولار على الأقل خلال شهري يناير وفبراير على أقل تقدير، ومن ثم رؤية ما ستحدث أو ما سيؤول إليه الإصابات ومتحورات كورونا مثل متحور أوميكرون. الأسواق لا تقلق منها في الوقت الحالي، وبالتالي ربما نشهد استقرار الأسعار في المناطق الحالية إلا إذا حدثت مفاجآت أو إلا أي تغيرات طارئة أو مفاجئة في الأسواق قد تدفع بالأسعار إلى الهبوط في المستقبل. طيب، رغم ارتفاع الأسعار، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خفضت توقعاتها للإنتاج بعام 2022، لماذا برأيك؟ ففي عام 2022 كما ذكرت أن الطلب متوقع أن يتعافى خلال عام 2022 بشكل كبير. منتجي النفط أو ما يعرف باسم أوبيك بلس حاليا يقومون بزيادة تدريجية شهريا بحوالي 400 ألف برميل، ومتوقع أن ينتهي هذا الاتفاق بحلول الربع الثالث من عام 2022. لذا متوقع أن تنتظر الأسواق ما عودة الإنتاج الفعلي الذي كانت تقوم به أوبيك بالإضافة لحلفائها خلال الفترة الماضية. كما نعلم أن أوبيك بلس خفضت ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا بسبب انتشار الجائحة، وستعود أوبيك بكامل حصتها مع اقتراب نهاية عام 2022. لذا لا ترغب أو التوقعات بنيت على أنه قد مع عودة مستويات الإنتاج إلى مستوياتها ما قبل الأزمة أو قبل جائحة كورونا، لرؤية ما سيحدث في الأسواق حتى لا يحدث وفرة في المعروض كما كان في السابق، ويؤدي بذلك إلى انهيار الأسعار. لذا الوضع سيبقى كما هو عليه حتى رؤية مزيد من التطورات خلال الفترة القادمة، سواء من ناحية انتشار متحور أوميكرون والسيطرة على انتشار الفيروس، أو من ناحية أخرى انتظار ما سينتهي إليه اتفاق أوبيك بلس وما سيأتي خلال الفترة القادمة. طيب، بالحديث عن أوبيك وأوبيك بلس، هناك أنباء تتحدث عن أن أوبيك بلس عاجزة عن رفع الإنتاج أكثر مما هو عليه الآن، هل تتوقع حدوث قفزات جديدة للخام أكثر مما هي عليه الآن؟ كما ذكرت وأكرر أن الوضع الحالي هو وضع الترقب والانتظار ومراقبة الأوضاع. هل سيحدث تطور في عمليات الإنتاج؟ هل سيحدث تطورات أكثر في انتشار متحور أو متحورات فيروس كورونا خلال الفترة القادمة؟ على أقل تقدير خلال الربع الأول من الممكن أن نشهد زيادة لزيارة مستويات خام غرب تكساس على سبيل التحديد،
قد نشهد ارتفاعات لوصول لاستهداف مستويات ال 85 دولار، وربما نشهد مستوى ال 90 دولار، ولكن قد نشهد بعض الاستقرار خلال الفترة الحالية على الأقل، خلال بأقصى تقدير ممكن نشوف الربع الأول استقرار الأسعار تحت مستويات ال 85 دولار، إلى حين رؤية تطورات الأوضاع الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى توجهات البنوك المركزية وعلى وجه الأخص البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستعد، أو الأسواق تستعد للقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والتي ربما تؤثر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على تحركات أسعار الخام. مع رفع أسعار الفائدة قد يتأثر الدولار الأمريكي بالارتفاع، وبالتالي ينعكس على أسعار السلف. عموما ممكن أن نشهد في هذه الفترة أو مع بداية الربع الثاني من عام 2022 عودة لتراجعات الأسعار. طيب، رغم ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الإيجابية طغت بصورة عامة على الأسواق، لماذا برأيك؟ بالفعل ارتفعت الأسهم وأسعار السندات خلال اليومين الماضيين، وذلك بسبب وصول معدلات التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في 40 عام تقريبا، وما هو ما يوحي أو ينذر بأن الأسواق تتوقع أن تصل ارتفاعات الأسعار إلى ذروتها في وقت قريب. وكما لاحظنا خلال بداية عام 2022 تلقت أسواق الأسهم الأمريكية وخاصة الأسهم التكنولوجية أو أسهم قطاع التكنولوجيا ضربة قوية بسبب ارتفاعات التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة من الاحتياطي الفيدرالي. ويوم أمس أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7% خلال شهر ديسمبر الماضي، وكما ذكرت هو أعلى مستوى في 40 عام. وتلقت الأسواق أو كانت ردة أفعال فعل الأسواق ضعيفة نسبيا لهذه البيانات مع ظهورها أو مع نشرها أو مجائها وفقا للتوقعات التي كانت تشير إليها الأسواق، وبالتالي اطمأنت الأسواق للتصريحات السابقة لجيروم باول قبلها بيوم تقريبا في مجلس الشيوخ، عندما طمأن الأسواق نسبيا بأن الفدرالي سيقوم بمعالجة مشكلة التضخم والسيطرة على ارتفاعات الأسعار الحالية، وبالتالي توقع أن تشهد أرقام التضخم أو أسعار التضخم هدوءها خلال عام 2022. وبالتالي انتقلت حالة التفاؤل من الأسواق الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية بعدما جاءت أرقام التضخم وفقا للتوقعات التي أشارت إليها الأسواق. طيب، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي جيروم باول قال إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بكوفيد 19 وأيضا بالمتحور الجديد، والاقتصاد الأمريكي كما نعلم هو أقوى اقتصاد عالمي. هل هذا يعني بأن العالم بصورة عامة تجاوز تداعيات أزمة 2020؟ عند التحدث عن الأزمة التي تسبب فيها جائحة كورونا، نحن ننظر إلى أزمة تسببت في أزمة اقتصادية لم يشهدها العالم من قبل، ولكن تمكنت الأسواق من التعافي السريع من هذه الأزمة، وهذا ما شاهدناه في معدلات النمو التي نمت بها الاقتصادات الكبرى بعد الأزمة مباشرة. أيضا مع انتشار اللقاحات وتوزيع اللقاحات ما بين المواطنين في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات، لم تضطر الأسواق أو الاقتصادات إلى الإغلاقات مرة أخرى، وبدأت في العودة تدريجيا للنشاط الاقتصادي الخاص بها. لذلك بالفعل تجاوزت الأسواق وتجاوز الاقتصاد العالمي أزمة كورونا في الوقت الحالي، وتواجه تداعيات ما قامت به لعلاج هذه الأزمة، مثل التضخم الذي ارتفع في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته في 40 عام. أيضا التضخم مرتفع في عديد من الاقتصادات الكبرى مثل بريطانيا، التضخم بها عند أعلى مستوياته في 10 سنوات. أوروبا أيضا التضخم وصل فيها إلى 5%. فحاليا أزمة جائحة كورونا تجاوزتها الأسواق العالمية، والآن تحاول علاج ما تسببت فيه العلاجات أو الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية والحكومات للتغلب على هذه الأزمة. بالحديث عن التضخم، هل تعتقد بأن التضخم الحالي بصورة عامة هو مؤقت؟
كلمة مؤقت تخلت عنها البنوك المركزية في الوقت الحالي. البنك الاحتياطي الفدرالي على سبيل المثال ألغى أو أزال كلمة تضخم مؤقت من محضر الاجتماع الفدرالي مؤخرا. التضخم حاليا باعتراف صناع السياسة وصل لأعلى مستوياته منذ عقود، فحاليا التضخم ليس مؤقتا والتضخم أصبح أزمة أو مشكلة موجودة حاليا نتيجة لبرامج التحفيز والسيولة الرخيصة أو الأموال الرخيصة التي ضختها الحكومات والبنوك المركزية في الأسواق ما بعد جائحة كورونا. لذا فالتضخم بتوقعاتي أو من توقعات الأسواق أيضا من المتوقع أن يستمر التضخم مستمر في الارتفاع خلال العام الحالي على أقل تقدير إلى حين بداية قيام البنوك المركزية تباعا باتخاذ إجراءات تجديد السياسات النقدية والاتجاه لرفع أسعار الفائدة. طيب، تعتقد بأن سياسة رفع أسعار الفائدة وإنهاء حيازة الأصول هي سياسة ضرورية للإبقاء على استمرار التوسع الاقتصادي؟ في الوقت الحالي كما قلت أن صناع السياسة في البنوك المركزية حول العالم يتجهون إلى السيطرة على التضخم المرتفع في أعلى مستوياته، وعادة ما تقوم البنوك المركزية بالتحرك لرفع أسعار الفائدة عندما تتجاوز معدلات التضخم مستهدفاتها بنسب طفيفة، فما بالك لما عندما ترتفع معدلات التضخم لمستويات لم تصل إليها منذ 40 عام في الولايات المتحدة ومنذ 10 سنوات في المملكة المتحدة. على سبيل المثال في الولايات المتحدة استمرت معدلات التضخم أعلى من مستهدفات البنك المركزي أو البنك الاحتياطي الفدرالي عند 2% لمدة 10 أشهر متتالية، ولمدة 3 أشهر متتالية أعلى من 6%. والتضخم المرتفع يعني التأثير على الدخل للمواطن أو يقل، أو كما نعرف أن التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة النقود في الاقتصاد، وبالتالي يؤثر على مستويات الاستثمار أيضا يؤثر على الكفاءة التي يتم استخدام فيها عوامل الإنتاج. فالجهود المبذولة في الوقت الحالي للسيطرة على التضخم ستساعد على المدى الطويل إلى الخروج من أزمة ارتفاعات التضخم والتي قد تؤثر على النمو الاقتصادي. لذلك فالبنوك المركزية تتحرك لرفع أسعار الفائدة للمحافظة على استقرار الأسعار عند مستويات تحافظ على مستويات أو معدلات النمو التي يسير إليها الاقتصادات أو الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص في الوقت الحالي، لحين أو حتى يستمر الاقتصاد في مسار النمو الصحيح خلال الفترة القادمة. طيب، المركزي الأمريكي برأيك هل سيضطر لتمرير زيادة في أسعار الفائدة هذا العام أكثر من 3 زيادات؟ في اعتقادي قد يتمهل الفدرالي قبل التسرع في عملية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة. سيتعامل مع الأمور بحذر شديد وسينتظر ليرى ما ستؤول إليه أرقام التضخم في الفترة القادمة. وفي اعتقادي في اجتماع الشهر الحالي للفدرالي الأمريكي سيعطي إشارة أو سيلمح للأسواق كيف ستكون اتجاهات رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد البيانات التي صدرت يوم أمس، بيانات التضخم. لذلك سينتظر إلى ظهور مزيد من الإشارات أو الأدلة حول وصول التضخم لأعلى مستوياته أو إلى ذروته حتى يفكر في رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر من المتوقع. وهي حتى الآن تتجه الأسواق للتوقع برفع أسعار الفائدة ب3 مرات وربما 4 مرات خلال العام الحالي، ولكن سيتعامل كما قلت الفدرالي مع الوضع أو مع الموقف بحذر حتى لا يضطر بعد رفع أسعار الفائدة أن يعود مرة أخرى لخفضها مرة أخرى. طيب، الزيادة في أسعار الفائدة هل تنذر بعودة الركود؟ عادة عندما ترتفع أسعار الفائدة بتتسبب في ردود أفعال في الأسواق. يعني إذا تسرع الفدرالي في رفع أسعار الفائدة وقام برفع أسعار الفائدة بشكل متسرع قد يؤدي إلى الركود، ولكن كما قلت الفدرالي سيتعامل بحذر حتى لا تحدث انهيارات أو هبوط قوي في الأسواق وخاصة أسواق الأسهم. لذلك الركود مستبعد في الوقت الحالي، ولكن
تصرف او تحرك الفدرالي وخطوات الفدرالي هي ما ستحدد الوضع الاقتصادي خلال الفتره القادمه. طيب، تتفق مع قرار ورأي البنك المركزي الأمريكي بأن التضخم الحالي سينحسر بحلول منتصف العام؟ التضخم كما ذكرت هو عرض او تسبب او حدث بسبب الاموال الرخيصه التي تم ضخها في الاسواق والتحفيزات التي ضختها الحكومات في الاسواق، وبالتالي التضخم هو سبب او عرض لما نتج عن او نتج عن الاجراءات والتحركات التي قامت بها الحكومات والبنوك المركزيه. وسبب معالجة سبب هذا العرض هو مع انحسار أو مع زوال مشكلة اضطراب أو اضطرابات سلاسل الإمداد على سبيل المثال، ستساعد في علاج أو التخلص من عرض ارتفاع التضخم. فلذلك مع عام 2022 وبداية عودة الاقتصاد بشكل كامل أو عودتها بشكل كامل للنشاط الاقتصادي الخاص بها، سيساعد ذلك على الانحسار، ولكن ربما لن يكون في نصف عام 2022، ربما يمتد قليلا إلى عام 2022 نهاية عام 2022 أو حتى مع بداية العام القادم. إذا ما رجعنا للخلف قليلا أو ليس قليلا، في عام 1982 عندما وصل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات 7%، كانت مختلفة قليلا ولكن تراجعت معدلات التضخم، كانت تتراجع وكانت قد وصلت لمستويات ال 14 و 15%، ولكن في بعد عام تقريبا وصلت أو بدأت في التراجع نسبيا. لذا فأتوقع خلال عام 2022 ربما يستمر ارتفاعات التضخم حتى زوال المشكلة بالكامل، وهي مشكلة الاضطرابات التي حدثت في سلاسل الإمداد. طيب، جيروم باول لم يقدم أي تلميحات جديدة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة، ما هي توقعاتك لموعد بدء رفع أسعار الفائدة وموعد البدء بتقليص حيازة البنك المركزي من الأصول؟ على الأرجح سيكون شهر مارس القادم، وما سيحدد ذلك الموعد هو اجتماع الشهر الحالي. في مارس القادم سينهي البنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء الأصول الذي بلغ 120 مليار دولار شهريا، والذي بدأ في تقليصه في منتصف شهر نوفمبر بنحو 15 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر، وقد قرر في نهاية العام الماضي في منتصف يناير أن يبدأ بتخفيض 30 مليار دولار شهريا. ومن أو من المحتمل أن أو على الأرجح سيقوم الفدرالي الأمريكي بالتخلص من كمية السندات التي اشتراها خلال الفترة الماضية التي وصلت إلى حوالي 9 تريليون دولار. ربما يبدأ في عملية التخلص من السندات وتقليص ميزانيته خلال الفترة القادمة. لذا فاجتماع شهر يناير نهاية الشهر الحالي سيعطينا مزيد من الدلائل، سيعطينا مزيد من الإشارات حول خطوة الفيدرالي القادمة، هل ستكون في شهر مارس أو ربما يقوم بإرجاع هذه الخطوة إلى شهر مايو القادم. فنحن ما بين شهر مارس أو شهر مايو ربما يكون هناك رفع للفائدة للمرة الأولى منذ عام أو منذ أواخر عام 2018 بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. طيب، التوقعات لحركة الدولار والذهب خلال الفترة القادمة وفق المؤشرات الحالية، كيف تتوقع أن يكون شكل الدولار والذهب أيضا؟ الدولار استطاع في عام 2021 من تحقيق أفضل أداء له منذ عام 2015 مرتفعا بحوالي 7% خلال العام المنصرم. الاقتصاد الأمريكي يواصل تحسنه، فعلى سبيل المثال سوق العمل يستمر في إظهار مزيد من القوة خلال العام الماضي. على سبيل المثال أضاف الاقتصاد رقما قياسيا في الوظائف، حيث أضاف ما يقرب من 6.5 مليون وظيفة خلال عام 2021. انخفضت البطالة في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2020، ارتفعت الأجور. الاقتصاد الأمريكي واصل نمو، ارتفع في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 2.3%، ومتوقع خلال الربع الأخير من عام 2021 أن يواصل نموه ويسجل أفضل أداء للاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021 منذ عدة سنوات.
كل ذلك، كل تلك العوامل يعني ستساعد او ستحفز، ومع ارتفاع التضخم الانفدرالي لرفع اسعار الفائده، ومع رفع اسعار الفائده سنشهد مزيد من القوه في الدولار الامريكي خلال الفتره القادمه. ربما يكون عام 2022 هو عام مميز لاستمرار مكاسب الدولار الامريكي. على الناحيه الاخرى او على في المقابل، سيكون الذهب تحت الضغط مع بدايه رفع اسعار الفائده، ربما تشهد بعض الضغوط البيعيه، او نشهد الذهب بعض الضغوط البيعيه مع رفع اسعار الفائده، ولكن ربما تستمر عمليات التداولات العرضيه او التداولات في نطاقات ضيقه خلال فتره من الوقت لحين بدء الاحتياطي الفدرالي برفع اسعار الفائده. طيب، هذا بالنسبة للذهب وأيضا الدولار، ماذا بشأن أسعار النفط بصورة عامة؟ كما ذكرت في بداية اللقاء، النفط ما زال يتداول عند أعلى مستوياته في شهرين تقريبا، وذلك لمجموعة من العوامل ربما تكون مؤقتة، هي الاضطرابات في كازاخستان وصيانة الإنتاج في ليبيا، ومع استقرار أو تمسك الأوبك بلس بمستويات الإنتاج الحالية بالزيادة التدريجية بحوالي 400 ألف برميل يوميا، وربما مع استمرار الوضع كما هو عليه، ربما نشهد استقرار الأسعار في المستويات الحالية لحين بدء الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة، ربما نشهد عودة لأسعار النفط قليلا خلال الفترة القادمة. من الممكن خلال الربع الأول قد نشهد مستويات ال 85 ومستويات ال 90 دولار، وبعد ذلك ستتضح الرؤية مع خطوات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ووضوح الرؤية بالنسبة لمتحورات فيروس كورونا وتوجهات منتجي النفط خلال الفترة القادمة مع نهاية الاتفاق بخفض أو بالزيادة التدريجية للإنتاج خلال الفترة القادمة. نعم، محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي السيد محمد هشام، كنت معنا من القاهرة عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.